السلام عليكم. اللي انا هشرح في السكشن ده هو الـ internal forces of beams لما يكون معاها link member. تمام، احنا اتكلمنا قبل كده عن link members دي، بس اتكلمنا عنها ك reactions قبل كده، لكن ما اتكلمناش عنها ك diagrams. فاللي انا هعمله دلوقتي ايه؟ اللي انا هشرح ال diagrams بتاعتها، والموضوع هيبقى سهل خالص، واحل 2 examples عليها. بس قبل ما اخش في السكشن نفسه، انا كنت عايز اللي ما خدش باله او اللي ما يعرفش، اي فيديو انا بنزله في الديسكريبشن بتاع الفيديو لو في عندي اي غلط، فهتلاقيني بكتب هنا ان غلطه في الدقيقه كذا، فانت ممكن تخش عليها تبقى فاهم بس ان في غلطه فتاخد بالك. وفي نفس الوقت برضو ان في نوتس اللي هي بي دي اف نوت، اللي انا بعمل عليها دي، اللي انا بكتب عليها، هو كل ده ورق A4، فانا بعد كده بعمله بي دي اف وبحطه في اللينك، فانت ممكن تنزل اللينك ده على طول. اوكي، هبدأ في اللينك ممبر وأفكركم برضو بيها سريعا، إن هو ممبر شايل فورس واحدة بس في اتجاهه زي الحبل ده بالظبط. هو الحبل ده شايل ايه؟ الكيبل ده شايل تنشن بس. تمام، ده في الكيس بتاع مثلا الكيبل. في التراس ممكن عندي الممبر نفسه شايل تنشن او كومبريشن، بس هو في الاخر برضو لينك ممبر. تمام، فاحنا متفقين دلوقتي ان انت لو شفت اي لينك ممبر، فاللينك ممبر شايل فورس واحدة بس في اتجاهه، سواء كومبريشن زي كده أو تنشن اللي هو لو عكستها كده. طب برضو تاني، أنا هحدد ازاي تنشن أو كومبريشن، أو يعني أريبريزنت ازاي إن هي تنشن أو كومبريشن؟ ما تبصش على يعني الأسهم من جوه عاملة ازاي، بصة كده، لا ما تبصش على الأسهم هنا، بص على الهنج نفسه. لو أنت الفورس عندك ضغط على الهنج من بره كده او من جوه، فاللينك ممبر ده حاسس بكمبريشن. ولو الهنج نفسه فيه فورس من جوه شداه او من بره شداه، فهو حاسس بتنشن. طب ايه الفرق ما بين جوه وبره؟ اللي من جوه ده هو ده الانترنال فورس، ومن بره ده الرياكشن بتاعه. تمام، طب احنا كده اتفقنا ان هو اللينك ممبر ده فيه فورس واحده بس في اتجاهه. طب انا عندي الفورس هنا، الرأس، لو في فورس رأسية هنا هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. تمام، اللينك ممبر بيشيل فورس واحدة بس في اتجاهه. طب امتى اقول على ده لينك ممبر؟ تاني، لو انا كان عندي اوله واخره هنج، دي اول حاجة. تاني حاجة لو هو كان ستريت لاين. تالت حاجة لو اللينك ممبر ده ما كانش فيه اي لود في النص. لو حقق لي التلات حاجات دول فهو يعتبر لينك ممبر. تمام، طب انا هرسم ازاي اللينك ممبر؟ لو انا عندي لينك ممبر في المساله كده، وانتوا دلوقتي تعرفوا تقولوا ان الخمس طن دي عامله لي ايه على اللينك ممبر؟ عامله لي كومبريشن. ايه اللي هنرسمه في الدياجرام؟ هنرسم اول حاجه واللي اتفقنا عليها اللي هي كومبريشن. هتكون كومبريشن دي فورس في اتجاه الممبر، واللينك ممبر بيشيل فورس في اتجاهه بس. فالنورمال فورس دياجرام متفقين معايا ان انا هنزل هنا 5 طن، وهتبقى ثابته لحد الاخر، صح؟ طب الشير فورس دياجرام بكام والبندنج مومنت دياجرام بكام؟ نبص هنا، ده كان عندي لينك ممبر بالمنظر ده، ده كان لينك ممبر وجالي فورس في اتجاه واي وفورس في اتجاه اكس. طب مش احنا اصلا من شويه اتفقنا هنا ان هي فورس في اتجاهه؟ طب ليه بقى في عندي فورسين؟ هقولك على حاجه. هنا انا كان عندي عشان الممبر افقي، فكان عندي فورس افقيه وراسيه، بس ده كان عندي ممبر مايل وكان عندي فورس افقيه وراسيه. من اول دلوقتي لما نيجي نتعامل مع اي حاجه مايله، انا محتاج احول الفورسز اللي عندي دي، بدل ما هي اكس وواي، لفورس في اتجاهه وفورس عموديه عليه. ليه؟ عشان فورس في اتجاهه دي هعرف هي تنشن ولا كومبريشن، اللي هي النورمال، يعني اللي منها هعرف ارسم النورمال، والعمودية عليها اللي كانت من شوية دي اللي هعرف منها ارسم الشير. فاحنا قبل كده لما كان عندي ممبرز افقية ويجي لي عندي فورس مايلة، اقول لك احنا مش هشتغلش حاجات المايلة، خليها لي اكس وواي، عشان الاكس والواي هنا هعرف ارسم نورمال بدي واعرف ارسم شير بدي، لكن الممبرز المايلة محتاج اخليها في اتجاهها وعمودية عليها عشان اعرف ارسم نورمال وشير. طب انا ال 18 وال 18 هعرف احولهم ان هما يبقوا في اتجاهها وعموديه عليها؟ اه، بسيطه خالص الطريقه اللي احنا بنعملها قبل كده.
مش ال 18، ال 18 دول واحده فيهم في اتجاه اكس وواحده فيهم في اتجاه واي، صح؟ وانا عايز احول ايه، احولهم باتجاه الممبر كده، وعايز احولهم العمودية على الممبر كده. وكان عندي هنا 18 وكان عندي هنا 18. طب الانجل دي هنعرف نجيبها ولا لأ؟ اللي هي tan inverse 2 على 2، الانجل دي مكانها هنا اللي هي دي بالظبط، صح؟ فهحط هنا ثيتا اللي هي 45، ثيتا ثيتا ثيتا. هوصل في الاخر بايه؟ ان ال 18 دي هتجيلي هنا كوساين ثيتا، وهتجيلي هنا 18 ساين ثيتا. وممكن اقول خلاص انا ما بقتش عايز ال 18 دي، وهاجي على ال 18 اللي فوق، هتنزل هنا هتبقى كوساين ثيتا، وهتطلع فوق ل 18 ساين ثيتا. وممكن دلوقتي اقول خلاص انا مش عايز كمان ال 18 دي، تمام؟ دلوقتي انت واخد بالك من ايه؟ ان انا نتيجة ال 18 و 18 النورمال بقى عندي ايه؟ 18 كوساين ده 18 ساين، صح؟ بقى ده النورمال بتاعي. طب الشير هتلاقي 18 ساين ناقص 18 كوساين، والاتنين هيشيلوا بعض فهتبقى بزيرو. وبكده ده حقق لي اللي اتفقنا عليه من شوية، ان اللينك ممبر شايل فورس واحدة بس في اتجاهه، لكن مش شايل فورس عمودية عليه. طب احنا من هنا مش ممكن تستنتج لي ان رسمة الشير بصفر، صح ولا لأ؟ ليه بصفر؟ لأن مفيش فورس هنا، الفورس هنا بصفر وخلاص. يعني انت ممكن بعد كده بدل ما يعني تاخدها خلاص بقى حاجة مسلم بيها، ان شير فورس دياجرام لللينك ممبر بصفر، ما دام حقق، ما دام اللينك ممبر ده محقق شروط ان هو لينك ممبر، اللي هو ده مثلا كان عندي اوله واخره هنج ستريت لاين، مفيش اي فورس جوه، فخلاص ده لينك ممبر. فانا من غير بقى ما اعمل موضوع الريزلتنت ده، مع اني كده كده لازم اعمله عشان اعرف النورمال بكام، بس انا ممكن اوتوماتيك كده احط ان الشير فورس دياجرام هنا بصفر. اوكي، ده بالنسبه للشير. طب البيندنج مومنت بكام؟ هقول لك على حاجه بسيطه. خد لي المومنت هنا، لو خدنا المومنت هنا مثلا على بعد، يعني على ارتفاع 1 متر وعلى بعد افقي 1 متر، هيبقى ايه؟ انا في البيندنج مومنت عادي ممكن اشتغل الفورس اللي انا عملت لها ريزوليوشن اللي هي في اتجاه الممبر وعموديه على الممبر، او ممكن اشتغل بال 18 وال 18 دول في المومنت. الطريقتين زي بعض. فاحنا دلوقتي اتفقنا انا لو هاخد بوينت هنا واحسب مومنت عندها، لو بالطريقه اللي هو ان انا حولت ال 18 دي لنورمال وشير، فانا ما عنديش الشير، الشير هنا بصفر، فالمومنت هنا بكام؟ بصفر. ليه؟ لان النورمال دي مش هتعمل لي مومنت هنا، صح؟ فادي اول طريقه، فانا عندي المومنت هنا بصفر. تاني طريقه اللي هو لا، انا مش هشتغل بالنورمال دي ومش هشتغل بالشير دي، انا هشتغل بالفورسز قبل ما اعمل لها الريزوليوشن. فهقول ايه؟ 18 في 1 اللي هي دي مثلا، انا باخد مومنت حوالين البوينت دي، او انا بعمل يعني واقف هنا كده وبعمل سميشن للمومنت عشان اعرف المومنت عند البوينت دي بكام. فقلت ايه؟ 18 في 1، البعد هنا 1. طب وال 18 دي متفقين معايا ان هي في عكس 18 اللي فوق، صح؟ فهقول ايه؟ ناقص 18 في 1، فالمومنت هنا كمان بصفر. طب الطريقة التانية بتقول لي المومنت بصفر تاني. الطريقة الأولى إن أنا كنت هشتغل بالفورسز بعد لما عملت لها ريزوليوشن، اللي هي كان عندي نورمال هنا والشير هنا كان بصفر، والشير ده بس هو اللي هيعمل لي مومنت هنا، لأن النورمال مفيش ديستنس هيتضرب فيه. فكان أول طريقة إن المومنت بصفر، تاني طريقة نتيجة ال 18 وال 18 الاتنين لما أجي أعمل مومنت فبيتغيروا بعض. فخلاص إحنا ممكن بعد كده برضو إن البيندنج مومنت لأي لينك ممبر هحطها بصفر، ودي برضو حاجة مسلم بيها. فكملخص للموضوع، لو عندي لينك ممبر هرسم له النورمال فورس دياجرام بس، والشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام احطها بصفر وصفر. فاكرين انا من شويه لما كان عندي لينك ممبر كده، لما قلنا الفورس دي كانت تعتبر فورس داخليه، واللي من بره دي كانت اكسترنال فورس خارجيه. هنتكلم عن الحته بتاعت الفورس الخارجيه دي هنا
في الصفحة دي. فلو كان عندي مسألة كده، وكان أول حاجة بيقولك في المسألة إيه، هات لي الـ external reaction. فأنت لما تلاقي رولر هنا، فاكرين كنا بنحط كام سبورت؟ كنا بنحط واحد في الحتة دي. طب والهنج ناحية اليمين دي، فكنت بحط هنا اتنين. طب أنا هنا أحط كام؟ حد منكم ممكن يقول لي تلاتة على أساس إن هو فاكر الشكل ده اللي هو البيم ومعاه فيكسيشن. بس خليني أقول لك حاجة، في فرق ما بين البيم ومعاه فيكسيشن دي وما بين السبورت ده. هو السبورت ده مش ماسك في لينك ممبر، عندي أوله وآخره هنج، مفيش لود في النص هنا، وهو ستريت لاين. فأنت متفق معايا إن أنا هنا في كام فورس ماشية جوه الممبر ده؟ فورس واحدة، تمام. فإحنا في الآخر هنحط هنا فورس واحدة، وشكلها دي على الحقيقة، يعني دي شكلها على الحقيقة غير دي خالص. والخطوط دي معناها إن اللينك ممبر ده هو ريستد على الأرض، يعني خلاص هو بقى سبورت وبيرمي على أو بينقل الأحمال بقى على الأرض، تمام. وشكلها في الحقيقة بتبقى عاملة كده، واخد بالك؟ أنت كان عندك حاجة زي مثلا كأن مثلا ده لينك ممبر كده، وكان عندك دي البن، فدي مسموح لها بالدوران إن هو بيلف، فما عنديش فيه مومنت. الاكس والواي يعني ممكن هنا نتكلم شوية، ممكن نتكلم شوية ان هي دي هل هي بتشيل اكس ولا لا، بس يعني انا بتكلم على حاجة تانية، ان التفصيلة دي غير التفصيلة دي اللي هو هنا انا مش عندي اكس وواي مومنت، لا انا هنا عندي فورس واحدة بس، فورس واحدة بس في اتجاه الممبر، تمام. فخلاص يعني ده كان سبب اللي هو مثلا انت شفت شكلها الحقيقة دي غير دي. طب ايه حاجة تانية ممكن اثبت ان انا ما عنديش دلوقتي؟ احنا من شوية خلاص اثبتنا ان ما فيش مومنت. طب انا دلوقتي عايز اثبت ان ما فيش اكس هنا. هقولك على حاجة بسيطة، هو مش ده جوينت؟ انا لو عملت اتزان جوينت مثلا هنا، وقبل ما اعمل اتزان جوينت انتوا متفقين معايا ان انا لو قطعت في اللينك ممبر ده فانا عندي فورس هنا كده، هي نفسها الفورس دي، صح؟ هاجي اخد الجوين دي ادرسها واحط الاكس مثلا اللي انتوا عايزين تحطوها، وجيت اشوف اتزان النقطة دي، هي النقطة دي عشان تتزن او الجوين دي عشان تتزن محتاجة تتزن على كام ايكويشن؟ سيجما اف اكس بتساوي صفر وسيجما اف واي بتساوي صفر، صح؟ السيجما اف واي هنا اللي هو الاكسترنال رياكشن هيساوي لي الانترنال رياكشن، تمام. فانا عندي سيجما اف واي هتساوي صفر هنا. طب سيجما اف اكس لو ده كان برقم ومفيش رقم هنا يعدله، فالجوينت دي مش متزنة. طب الجوينت دي عشان متزنة فلازم الاكس عندي هنا يساوي لي صفر. فخلاص انا هحط هنا رياكشن واحد لما يبقى عندي لينك ممبر واحد. طب هصعب الدنيا شوية. طب انا لو كان عندي دلوقتي اتنين لينك ممبرز كده، متوقعين هحط كام رياكشن هنا؟ هحط اتنين، واحدة في اتجاه الممبر ده مثلا هسمي ده 1، فده عندي R1 ده أول unknown، وعندي واحدة تانية في اتجاه الممبر ده وده 2، بقول إن ده R2، تمام. فأنتوا متفقين معايا إن أنا عندي هنا اتنين رياكشن، R2 دي بتاعة اللينك ممبر ده و R1 دي بتاعة اللينك ممبر ده. بس خد بالك من حاجة، انا اصلا يعني حطيت ال R1 و R2 دي ليه من الاول؟ عشان في اول مسألة خالص مثلا بيقول لي هات لي الاكسترنال رياكشن. فاحنا متفقين اول حاجة ان انا بحط عند الرولر دي رياكشن رأسي واحد، وعند الرولر دي رياكشن رأسي واحد، صح؟ سيجما وات اباوت الهنج من ناحية الشمال، جبت الرياكشن الرأسي ده، صح؟ ولو خدت سيجما وات اباوت الهنج دي من تحت للشكل كله، فانا جبت الفورس دي، صح؟ بعد كده فاضل لي الاتنين دول. طب انا اول حاجة انا ليه حطيتهم مايلين؟ عشان دي على طول عكسها في هنا، وال R1 على طول عكسها هنا. طب انا ممكن اتفق معاكم على اتفاق تاني، انا دلوقتي عندي اتنين unknowns كده، عندي حل من الاتنين،
يا اما اعمل ريزوليوشن، لان انا دلوقتي الشكل عندي كله ايه، انا عندي هشتغل سيجما اف اكس سيجما اف واي صح، فانا هشتغل افقي وراسي، فانا محتاج اعمل ريزوليوشن للار 1 وار 2 دي، راسي كده وافقي كده تمام. فانت عندك حل من الاثنين، يا اما تعمل لي ريزوليوشن راسي وافقي للار 1 وار 2، بس الدنيا هتبقى كبيره شويه. ليه؟ لان المحاصيله الراسيه دي هتبقى ار 1 كوساين ثيتا مثلا او ساين ثيتا زائد ار 2 كوساين او ساين ثيتا، ونفس الكلام المحاصيله الافقيه هيبقى ايكويشن كده كبيره شويه. انا ممكن اقول لك ايه، ممكن الطريقه التانيه بقى، ان انا ممكن اختصر شويه الدنيا واقول ايه، طب ما انا عارف ان في اتنين unknowns هنا، نتيجه في اتنين link member، فانت تتفق معايا ان انا ممكن احط هنا y و x واطلع ال y وال x دول، وبعد كده لما احتاج اجيب الفورسز المايله دي اعمل اتزان جوينت هنا صح. لما اعمل اتزان جوينت هنا هيبقى عندي ايه، y و x، ودول جيفن. جيفن ازاي؟ مش احنا من شويه جبنا ده وجبنا ده، انا ممكن اعمل سيجما اف اكس الاول حاجه المساله كلها جبت الاكس دي صح، معايا سيجما اف واي المساله كلها جبت دي، فانا كده جبت كل حاجه في مساله. لما انت بتخلص الاكسترنال رياكشن انت كده ما خلصتش المساله، انت محتاج لو لقيت لينك ممبرز تجيب الفورس اللي ماشيه جوه اللينك ممبر. فاحنا من الاول لو كنا حطينا الفورس بتاعتنا مايله كنت ساعتها اعكسها في اللينك ممبر وخلاص، بس موضوع ان انا احطها مايله كده كانت هتبقى صعبه ان انا احلها، عشان كده انا عارف ان في اتنين لينك ممبر فحطيت اكس واي دول اتنين انون، وعشان اجيب الفورس اللي جوه اللينك ممبر هعمل ديزاين جوينت هنا. فكان عندي جوينت اهي فيها واي وفيها اكس، ودول انا جبتهم من الاكسترنال رياكشن، واقوم حاطط اف 1 واف 2 دي الفورسز المايله، هعرف بسيجما اف اكس بتساوي صفر وسيجما اف واي بتساوي صفر، اعرف هجيب الاف 1 بكام والاف 2 بكام، هعرف ليه، انا عندي معادلتين وعندي مجهولين، هعرف اجيب معادلتين في مجهولين اعرف اطلع الاف 1 والاف 2. فخلاص احنا بعد كده هنتفق على حاجه، لما يبقى عندي اللينك تو لينك ممبرز كده نازلين على هنج، فانا خلاص بدل ما احط بقى كل واحده في اتجاهها في اتجاه اللينك ممبر، لا انا هحط اتنين كاكسترنال رياكشن، وبعد كده لما احتاج بقى اجيب الفورس الماشيه جوه اللينك ممبر المايله هعمل اتزان جوينت هنا تمام. طب هنا مثلا انا كنت هحط كام فورس او كام رياكشن مثلا اللينك ممبر ده، كنت احط واحد في اتجاهه تمام، ده مثلا ار، وتاني انا ما بشتغلش في حاجات المايله، فانا هعمل ار دي هتبقى عندي ار مثلا كوساين ثيتا وار ساين ثيتا صح. انا لو جبت اي يعني اي انا يعني لو جبت المحصله يعني جبت الديب كام لو جبتها برقم، فانا كاني جبت الار خلاص صح. وهجيبها ازاي؟ لو انا كان عندي مساله مثلا كده سيجما مونت اباوت الهنج من ناحيه الشمال هعرف اجيب المحصله الراسيه صح. وبعدين لو خدت سيجما مونت اباوت الهنج من هنا فبقى عندي equation فيها ايه، ار كوساين وار ساين، ما تتلخبطش دول مش اتنين دول حاجه واحده، يعني انت هيبقى عندك equation كده برقم مثلا وفيها ار كوساين وار ساين، يبقى الانون عندك بس هيبقى هو الار، بعد كده سيجما اف واي للشكل كله، فانت جبت الرولر ده تمام. بعد لما بتطلع الار دي اللي احنا خلاص عرفناها من شويه من اي equation بقى نطلعها، هعمل مثلا اتزان جوينت هنا واعرف الممبر المايل ده بكام اللي هو الفورس ماشيه جواه، بس مش محتاجه ده كله، يعني انا اصلا جبت المايل ده فما عنديش اصلا اي فورس تانية غير ده غير اللي ماشيه في اللينك ممبر ده، فهو ده هقول ان هو بتاع اللينك ممبر ده كده وخلاص. اللي انا عملته كان هنا كان عندي هنج وما كانش صح قوي، كان المفروض يبقى فيه هنا لينك ممبر زي ما انا عامل دلوقتي. طب انا دلوقتي لو عندي مسألة زي كده وعايز احلها رياكشن، احنا اول حاجة بنحط ايه؟ احنا اول حاجة بنحط ال external supports او ال external reactions بتاعتنا. هنا هحط كام رياكشن؟ هحط واحد بس تمام. طب وهنا هحط كام واحد؟ خلاص يعني احنا عدينا مرحلة احنا هنقول بقى هنحط واحد مايل هنا وواحد كده على اساس ان ده بتاع ده وده بتاع ده، لا خلاص انا عندي مدام اتنين link member فانا احط واحد في اتجاه اكس واحد في اتجاه واي تمام، تو unknowns.
لو دي مثلا سميناها A فده YA XA وده B فأقول ده YB. هتعرف بقى تحلها ولا لأ مسألة زي دي كرياكشن؟ تاخد سيجما مومنت اباوت ال A دي للمسألة كلها فأنت جبت ال YB، سيجما FY المسألة كلها جبت انت ال YA، سيجما FX جبت ال XA. تمام. بعد لما تجيب الحاجات دي، لو انت اكتشفت ان دول لينك ممبر، واحنا خلاص يعني اول مسألة اكتشفنا ان هي لينك ممبر خلاص، فعايزين نجيب الفورس اللي ماشية جوه اللينك ممبر، فهنعمل حاجة زي اتزان جوينت هنا، وهنقول ايه ان سيجما اف واي، فهي واضحة قوي ان واي بي دي هي نفسها الفورس اللي ماشية جوه اللينك ممبر ده، ولو كان طلع الاتجاهات اللي انا فرضها دي صح فدي عاملة كومبريشن، فالاتجاه اللي جوه او الانترنال فورس اللي جوه هيبقى كومبريشن. وهنا هتاخد دي كده بقى عندي جوينت واي اي اكس اي، ودي الفورس المايلة اف 2 مثلا، ودي الفورس العدلة اللي هي دي. هتعمل سيجما اف اكس سيجما اف واي، وانا معايا دي ومعايا دي، هتعرف تجيب اف 2 واف 1. يبقى انت كده حليت مسألتك لو هي كانت رياكشن. لو المسألة بتاعتنا ما كانتش رياكشن، يعني مثلا كان يقول لي مسألة اهي رسم لي internal force diagram، فهو برضو مش هيقول لك الفورس في اللينك ممبر دي بكام، يعني هو اخره هيجيب لك الاكسترنال رياكشنز دي، وانت دورك ان انت تجيب الفورس اللي ماشيه في اللينك ممبر. تمام. طب احنا عشان نرسم محتاجين نعمل ايه؟ احنا خلاص متفقين ان اللينك ممبرز دي هي شايله نورمال فورس بس، شير وبندنج مومنت فاللينك ممبرز دي بصفر. طب عشان نرسم الكاميرا بقى اللي فوق دي هنعمل ايه؟ هقطع في مسألة كده، وانا وانس ان انا قطعت في اي ممبر هحط مكان القطع بتاعتي الرياكشنز او الفورس مكان القطع، ولما اشتغل ارسم دياجرام للكاميرا فانا هشتغل على الجزء اللي فوق ده بس، وهقول بقى وانا خلاص مش شايف الجزء اللي تحت ده، هقول ايه ان مثلا عندي الفورس، يعني مثلا لو واقف هنا اجي ارسم مثلا شير فهي دي الفورس دي هتأثر معايا في الشير وهكذا. دي مثلا هعمل لها ريزوليوشن واي واكس، الفورس الرئيسية دي هتعمل لي شير، دي هتعمل لي نورمال وهكذا. ما ينفعش ارسم دياجرام والشكل عندي مقفول كده، لا لازم اقطع واحط عند البوينت دي بقى اللي هي مكان ما اللينك ممبر متصل بالكاميرا الواي والاكس. طب اسالكوا سؤال دلوقتي، لو انا هشتغل على الكاميرا وجيت ارسم للكاميرا واقف عند البوينت دي اللي هي فوق الهنج دي وعايز ارسم شير، هل الارك كوساين ثيتا دي هطلعها هنا ارك كوساين ثيتا؟ يعني هل الارك كوساين ثيتا دي بتاثر لي هنا؟ ما بتاثرش هنا. الارك كوساين ثيتا دي والار ساين ثيتا، يعني الفورس اللي في اللينك ممبر عامه، مش بتاثر غير في المكان اللي اللينك ممبر متصل بيه في الكاميرا. يعني ما تقوليش الار والارك كوساين ثيتا والار ساين ثيتا دول بيأثروا لي هنا، مش منطقي خالص. الفورس بتاعت اللينك ممبر بتأثر لي في المكان هنا، عشان كده عشان ما تتلخبطش لما تيجي ترسم للكاميرا، فاحنا بنقطع هنا كده ونحط الفورس دي وبنعمل لها ريزوليوشن اللي هي غالبا هتبقى برضو دي ار كوساين وار ساين، ومن هنا نشتغل على الكاميرا زي ما هنشوف في الاكزامبل دلوقتي. دلوقتي لو عندي اكزامبل كده المفروض ان انا ارسم دايجرامز وجيفن عندي هنا الرياكشن، بس خد بالك من حاجه، لو انت خدت بالك ان دول لينك ممبرز فانت لازم تطلع الانترنال فورسز اللي ماشيه جواه. تمام. طب كانت ايه الانترنال فورس اللي ماشيه جوه الممبرز دي؟ واخدين بالكو ان انا لو عند زان جوينت عند عملت زان جوينت عند البوينت دي، لو عملت سيجما اف واي ف9 طن دي هي نفسها الفورس دي صح، فدي ممكن دي كده كومبريشن، والفورس اللي ماشيه في اللينك ممبر هنا فهنقول 9 طن كومبريشن. طب مين اللي هتاخد مننا وقت شويه اللي هي الجوينت دي؟ هنعمل ايه؟ مثلا انا هسمي الممبر ده مثلا 1 وده 2، وهطلع الانجل هنا، والانجل هنا هتبقى عباره عن ايه؟ تان انفرس 3 على 4 عشان اجيب الانجل دي، فتان انفرس 3 على 4 هيطلع لي
36.87 درجة. فدي الانجل اللي عندي، تمام. وبعد كده هعمل اتزان جوينت بقى عند البوينت دي، واعرف اطلع الفورس المايله بكام. فانا مثلا كان دي جوينت صح، كان عندي مثلا هنا 9 رأسي، وبعد كده عندي 4 طن هنا افقي، وبعد كده هنا الفورس المايله اول واحده F1، والفورس التانية ما كانتش مايلة، كانت دي F2. المايلة دي كانت أنجل هنا كان 36.87 صح؟ فأنا هجيب المحصلة الأفقية هنا تبقى F1 كوساين ثيتا اللي هي 36، والمحصلة الرأسية تبقى F1 ساين ثيتا اللي هي 36.86. طب أنا دلوقتي ممكن أعمل إيه؟ مش اسهل حاجة ان انا اقول سيجما اف اكس بتساوي 0، واقول ان اف 1 كوساين ثيتا بتساوي 4. يبقى الاف 1 هتساوي كام؟ فهقول 4 على كوساين ثيتا، فهيديني ان الاف 1 بخمسة طن. وانا اصلا في الاول كنت فارض كومبريشن، كنت فارضها كده، وانا على طول بفرض كده بصراحة. انا في اول حاجة بعملها في مسألة ان انا افرض كل حاجة عندي هنا كومبريشن، وبعد كده لو في حاجة طلعت غلط فأغير اتجاه السهم بتاعي. فخلاص ده اللي احنا عرفناه دلوقتي، ان انا عندي ان دي كومبريشن وقيمتها 5 طن. ناقصني اللي هي الحتة الفيرتيكال، فهقول ايه؟ سيجما اف واي بتساوي 0. هقول اف 2 دي اللي انا مش عارفها، زائد اف 1 اللي هي كانت 5 ساين ثيتا بتساوي 9. ف F2 هتساوي 9 ناقص 5 ساين ثيتا هيديني 6 طن، وطلعت لي إشارة بوزيتيف، فأنا كده كنت فارضها من الأول إن هي كومبريشن، ففرضيتي صح. فهقول 6 طن كومبريشن، تمام. هعمل إيه في الرسمة؟ أول حاجة وخلاص، دي حاجة مسلم بيها بقى، مش إحنا اتفقنا إن التلاتة دول لينك ممبرز، فعلى طول احط ان شير فورس دياجرام ليهم بصفر، البندنج مومنت دياجرام ليهم بصفر، بس النورمال هيبقى ليها فاليو. ايه الفاليو بتاعت النورمال؟ احنا اتفقنا كان الحتة دي كانت 6 طن، 6 طن كومبريشن، خلينا نكتبها هنا. وبعدين كان عندي الممبر المايل ده كان 5 طن كومبريشن، وده كان 9 طن كومبريشن. وخدوا بالكم من حاجة، الرسمة اللي أنا برسمها دي الدياجرام ده عمودي على الكاميرا، الدياجرام حتى اللي أنا رسمته ده عمودي على الكاميرا. وحتى لما أجي أرسم دياجرام على القمرة الأفقية كان الدياجرام بتاعتي كانت دايما عمودية على الكاميرا، فأي دياجرام برسمه بيبقى عمودي على الكاميرا بتاعتي، تمام. طب انا كده عملت اللي المفروض يتعمل في الدرس بتاع النهارده خلاص، اللي هو حاجات بتاعت اللينك ممبر. فاضل لي ايه؟ فاضل لي البيم دي، والبيم دي هنعملها بالظبط زي ما كنا بنعملها قبل كده، بس هنزود عليها حاجه بسيطه خالص، اللي هو ايه؟ ان انا هقطع، ان انا هاخد البارت ده كده واشتغل عليه لوحده عشان اعرف اطلع البيم دي الانترنال فورس بتاعتها. فانا هقطع في اللينك ممبرز دي، وياخد المسألة دي لوحدها كده تحت، وهي دي اللي ابص عليها وانا برسم. كان عندي هنا 6 طن، 5 طن، 9 طن، تمام. انا دي هعمل لها ريزولوشن، كان عندي هنا الثيتا، فاقول هنا 5 كوساين ثيتا فوق، فهقول 5 كوساين ثيتا فيطلع لي ب4، وخمسة ساين ثيتا كان طالع لي التلاتة. أنا خلاص مش محتاج الخمسة المايلة دي في حاجة، أنا حطيت مكان الخمسة دي اللي هو الفورسز اللي تعوضها لي، تمام. بقت هي دي المسألة بتاعتي خلاص، أنا بيزد على دي اللي هرسم نورمال شير وبندنج للكاميرا. خلاص ما تبصش على المسألة دي تاني. طب تاني بقى أجي هرسم فورس،
هتبقى كلها حاجات سهلة. البوينت دي حسب نورمال قد ايه؟ ما عنديش حاجة هنا، فالنورمال عندي هنا يبقى بزيرو لحد ما اوصل للبوينت دي، فبعد كده اللي هي البوينت دي، فهنزل هنا كده 4 طن، وهتكمل 4 لحد الآخر، صح؟ كان عندي هنا 4 وكملت 4 لحد الآخر وقفلت معايا هنا ب4. طب الشير، البوينت دي حسب شير قد ايه؟ جت حسب شير 6، فهطلع ب6 طن شير. وبعدين عشان عندي هنا distributed load، فهنزل بالمحصلة على distributed load 2 في 4 ب8 طن، وحتة الحمل الموزع الصغير ده 2 في 2 ب4 طن، فهقول ايه؟ هقول 6 طن ناقص 8، فهقول هيطلع لي سالب 2، فانا هنزل من هنا 2 واوصل. وبعدين عديت التلاتة طن دي، فهقول زائد 3 فطلع لي بواحد، بوزيتيف واحد، فانا هطلع هنا لبوزيتيف واحد. بعدين اقول ايه؟ 1 ناقص 4، الاربعة اللي هي دي هيطلع لي 3 او نيجاتيف 3، فانا واقف هنا دي الحتة اللي بنيجاتيف 3، 3 طن. وبعدين متفقين معايا عشان ما حصلتش حاجة هنا لحد الآخر، فهكملها هنا دي كلها ب3، فأنا هكمل دي كده كلها ب3. فالمفروض مسألة عندي المفروض من الناحية اليمين هنا تقفل ب3، وهي فعلا قفلت ب3، لأن أنا كان عندي 9 فوق 9 طالع ناقص 6 عند نفس البوينت دي، فهيطلع لي ببوستيف 3 اللي هي في اتجاه 9. فأنا ممكن أعمل حاجة بسيطة خالص عشان ما تلخبطش، امسح 9 و6 و6 واحط هنا 3 طن وخلاص، تمام. اجي ارسم البيندنج مومنت، نسيت الاشارات، فاحط هنا بوست. هاجي ارسم بيندنج مومنت، المومنت عندي هنا بكام؟ ابص هنا المومنت هنا بصفر، فاحط هنا صفر، واحسب المومنت عند البوينت دي هتبقى بكام. محدش يقول لي ان البوينت دي مومنت بصفر، ده بصفر امتى؟ لو كان عندي هنا انترميديت هنج، لكن ده مش انترميديت هنج، فالمومنت هنا هيبقى بكام؟ فهقول 6 في 4 ناقص 8 في 2 هيطلع لي ببوزيتيف 8. ما دام بوزيتيف 8 فانا هنزل من الحته دي لتحت هنا 8 متر طن، واوصل بخط دوت كده، ومن نص الخط دوتد انزل دبليو ال سكوير على 8، واقول انا نزلت هنا قد ايه، اللي هي قيمة الدبليو ال سكوير على 8 اللي هي كانت 4 متر طن، تمام. وبعدين هحسب مومنت كمان عند البوينت دي اللي هي البوينت دي. طب اسهل ان انا احسب عند البوينت دي من ناحية الشمال ولا من ناحية اليمين؟ انا شايف ان اسهل ناحية اليمين. هقول ايه؟ 3 في كام؟ في 2، يعني 3 كانت هنا في 2، ودي للسهم هيبقى فين؟ لتحت. فانا هعمل هنا المومنت ب2 متر طن، واوصل بخط دوتند، وانزل البارابول، واقول هنا انا نزلت قد ايه، وبعد كده اوصل بستريت لاين لحد الصفر، ان احنا عارفين المومنت هنا بكام؟ بصفر، مكانش عندي هنا اي كونسنتريتد مومنت ولا حاجة، واحط هنا الاشاره بتاعتي محدش ينسى. انا خدت بالي هنا ان في لينك ممبر، فانا اول حاجه هعملها ايه قبل ما اجي ارسم الدياجرام بتاعتي دي؟ اطلع الفورس في اللينك ممبر دي بكام. انا هنا مش عارف اعمل ديزاين جوينت ولا حاجه، تمام. ليه مش عارف اعمل ديزاين جوينت؟ انا خدت كده السكشن ده كده، فانا عندي ده لينك ممبر، فهيجي لي فورس واحده هنا. طب هنا ده انا هيجي لي هنا اكس، وهيجي لي واي، وهيجي لي بيندنج مومنت، فلا مش هعمل هنا ديزاين جوينت، تمام. انا هعمل زان جوينت لو انا عندي الجوينت اهي طالع منها لينك ممبرز، فدي هتبقى اسهل لي يعني. طب انا هنا هعمل ايه؟ كان عندي طريقتين عشان احل اللينك ممبر. كان اول حاجه عندي طريقه الجوينتس وهنا ما كانتش نافعه، الطريقه الثانيه واللي هي غالبا دايما بتنفع ان انا اقطع في السكشن. فانا لو قطعت في السكشن ده كده، او قطعت في اللينك ممبر سوري، فهيطلع لي هنا ايه؟ دي فورس
بتاعت اللينك ممبر، انا فرضها كومبريشن، ودي فورس تانية بتاعت اللينك ممبر. دلوقتي انا بقى عندي كام مسألة، ادي مسألة وعندي ادي مسألة تانية، تمام؟ الفورس في اللينك ممبر دي الاتنين دول ايكوال، ان هي فورس واحدة بأي بقى. يعني انا لو اشتغلت على البارت ده، لو عملت سيجما اف اكس هعرف اطلع الفورس دي، او سيجما اف واي هعرف اطلع الفورس دي، او سيجما مونت هعرف اطلع. يعني مهم، لان ده عندي البارت ده كل حاجه فيه جيفن الا الفورس دي، وانا كده كده معايا 3 ايكويشن، فهعرف اطلع الفورس المايله دي. فانا مثلا قررت ان انا اشتغل من الناحيه مثلا اليمين، تمام؟ فهقول ايه، هعرف اجيب الزاويه دي الاول ولا لا، اللي هي tan inverse كام، 3 على 2. فالانجل دي هتطلع لي 3 على 2 56.3، فدي 56.3. فالفورس مثلا دي اسميها F1، هيبقى عندي هنا F1 كوساين ثيتا و F1 ساين ثيتا، تمام؟ انا خلاص قررت ان انا هشتغل على البارت اللي تحت. طب انا عشان اجيب الفورس دي، ايه اسهل حاجه؟ ان انا اعمل سيجما اف اكس، صح؟ فلو عملت سيجما اف اكس، سيجما اف اكس بتساوي صفر، فهقول F1 كوساين ثيتا زائد 1.33 بتساوي صفر. ف F1 هتساوي ايه؟ هتساوي نيجاتيف 1.33 على كوساين 56.3، فطلع لي نيجاتيف 2.39. ما دام نيجاتيف فانا كده كنت فارض الاتجاه غلط. فانا هعمل ايه؟ همسح النيجاتيف دي واسيب الايكويشن زي ما هي عادي، واقوم راجع مظبط الاتجاهات اللي انا كنت فارضها من الاول دي واخليها كده تنشن بدل كومبريشن، ودي هتبقى تنشن. تمام، فانا كده خلاص، انا كده جبت الفورس اللي في اللينك ممبر اللي هي 2.397 طن تنشن، تمام؟ ابدا ارسم. عندي طريقتين للرسم في المساله، في المسائل اللي هي زي كده. ايه هي الطريقه الاولى؟ ان انا دلوقتي هشتغل على كل بارت لوحده. يعني مثلا دلوقتي انا هشتغل على البارت ده اخلصه، اخش على البارت ده اخلصه، اخش على البارت ده. هتشوفوا دلوقتي انا قصدي ايه. وقبل ما ابدا ارسم في اي حاجه، احنا متفقين ان الشير فورس لللينك ممبر بصفر، والبندنج مومنت لللينك ممبر بصفر، الحق اخد درجاته، تمام؟ طب النورمال فورس هاجي اقف هنا، هنا النورمال فورس بكام؟ 1.33 تنشن، فهطلع فوق 1.33 طن تنشن، ومتفقين معايا ان انا هكمل التنشن لحد هنا، تمام؟ يعني ايه اكمل لحد هنا؟ يعني لحد ما الكاميرا حصل لها كسره كده، لحد ما حصل فيه يعني ما كملتش، لا يعني بقى جزء تاني كده خلاص، يعني بقى حته مايله كده طلعت. وهقول لكم الموضوع ده دلوقتي. طب واللينك ممبر كان حاسس بتنشن قد ايه؟ كان 2.33 تنشن، فانا هطلع هنا كمان 2.33 طن تنشن. طب والجزء اللي تحت؟ الجزء اللي تحت هنا لو انا هشتغل مثلا من اليمين للشمال، اللي هو مثلا الجزء ده من اليمين للشمال، هنا كان عندي صفر لحد ما جيت هنا، فالجزء ده كده كان بصفر. بعدين هنا عند البوينت دي كان عندي تنشن 1.33، فهطلع 1.33 لحد الاخر، وهنا كده انا كده خلصت مسألتي، تمام؟ طب اخش على الشير. الشير دلوقتي البوينت دي بكام؟ كان عندي 12، فهطلع هنا 12 طن، تمام؟ والريزلتنت بتاع الأربعة، فهو الأربعة في اتنين بتمانية طن، فهقول هنا إيه؟ 12 ناقص 8 فهيطلع لي 4. فأنا عندي عند البوينت دي كده في 4 طن، وأوصل وأقفل واحط هنا بوست. طب هيجي سؤال فني،
انا ليه الرسمه بتاعتي ما قفلتش هنا باتنين. هقول لك على حاجه دلوقتي، لما احنا كنا بنرسم، هل انا بقارن الشير دلوقتي؟ انا حسبت فورس هنا، حسبت الشير هنا للجزء الشمال ده كله، صح؟ هل انا بقارن الشير بتاع الجزء الشمال بكونسنتريتد لود؟ لا، انا بقارن الشير بتاع الجزء الشمال بالجزء اليمين كله. يعني انا دلوقتي لو عملت سميشن لكل الفورس الفيرتيكال من ناحية اليمين لازم يطلع لي بأربعة. شوف كده معايا، كان عندي هنا ايه؟ سالب 4 زائد 14 ناقص 12 ناقص 2، باعتبار ان الحتة دي مقفولة، صح؟ يعني حتى لو مش مقفولة، دي لو الجزء اللي فوق كده لو في محاصيلة رأسية هنا، هيبقى عندي المحاصيلة دي تحت الرأسية بتاعتها لتحت ودي لفوق، فهيطيروا بعض، فتاني كأنها مقفولة. بعد كده ناقص 2، فعندي نيجاتيف 4 ناقص 14 أو زائد 14 ناقص 12 ناقص 2، فهيطلع لي سالب 4. وسالب 4 دي يعني تاني أنا شغال من اليمين للشمال، والسالب يعني أنا كنت قايل سالب 4 من الأول هنا اللي هي اللي تحت، اتفقنا لو أنا عندي، لو شغال من ناحية اليمين للشمال وحاجة كانت لتحت بأربعة، فدي بوزيتيف 4، فهي فعلا قفلت معايا، تمام؟ دي الطريقة اللي قلت لكم أنا لسه ما قطع يعني اشتغلتها كده، ما عملتهاش كده. وانت لو عملت كده في المسألة دي هتسهل لك تساؤلات كتيرة ممكن تجيلك في النص، بس انت لو مستعجل ممكن تعمل زي كده وما ما تعملش ما تعملش تو بار، يعني ما تعملهاش تو بارتس زي ما هعملها كمان شوية، وعشان اوريك ان انت اصلا ممكن من غير التو بارتس، من غير ما هتعمل بارتس دي، ممكن تحل مسألتك بسرعة، بس ساعتها لازم تبقى فاهم عشان هيجيلك التساؤلات اللي قلنا عليها دي، اللي هو ليه ما قفلتش باتنين وهكذا. طب انا دلوقتي خلاص يعني لحد كده خلصت البارت ده والبارت ده، فاضل لي الجزء ده. بما ان انا لسه ما فصلتش مسألتي، يعني هي كانت لسه كده، ما كانش ينفع اقف عند البوينت دي واقول الشير هنا بكام، لان انا عشان اقف هنا عند البوينت دي واشوف الشير بكام لازم احسب للجزء الشمال ده كله. فالاسهل ان انا اعمل ايه؟ ابدا من ناحيه اليمين. لو انت اتلخبطت خليني اقول لك على حاجه، خلينا نقسمها دلوقتي، والاسهل لك عامه ان انت دايما تقسم. لما تيجي ترسم الدياجرامز قسم كده عشان تبقى قدامك الفاليوز وترسمها. فكنت تقول ايه هنا؟ كان عندي هنا 12 وكان عندي هنا 1.33 وكان عندي هنا البندنج مومنت ب 16. وده اللوب بتاعي 4 طن بير متر ران، كان عندي هنا 2. وبعدين هاجي عند البوينت دي اللي هي مثلا كان عندي هنا 2.3 كده، مش انا فصلت الحته دي، فكان ده الفورس اللي طالعه من هنا، فانا هعمل ريزوليوشن دي في اكس وواي، فطلع لي ان انا كان عندي هنا الاكس كان 1.33 والواي كان عندي ب2. نفس الكلام هنا، الواي كانت هنا ب2 والاكس كانت 1.33 12 وعندي هنا 8 متر طن، والفرص الرأسية دي ب14 الأفقية ب1.33 و4 طن. اللي أنا عملته ده أنا عملته في المسألة دي اللي أنا قلت لك عليها إيه، لما تيجي ترسم دايجرامز اللي أسهل أو الأحسن لك إنك تفصل، وفي المسألة دي بالذات لازم أفصل عشان أعرف التأثير بتاع اللينك ممبر في الحتة دي بكام. هنا انت ممكن ترسم مسألتك من غير ما تفصل، بس طبعا زي ما قلت ده هيجيب لك تساؤلات كتيرة، فعشان كده الأسهل لك إنك تفصل وتشتغل دي كأنها مسألة لوحدها هنا، وبعدين لما تنزل تحت يعني دي هتخلص دي وهتخلص هنا وهتخلص هنا، ولما تنزل للجزء اللي تحت اللي هو ده تبدأ تبص على الجزء ده، لأن دي كده خلاص تاني بقت مسألة لوحدها. فأنا مثلا هرسم الشير من هنا، فهنا أنا عند البوينت دي كان عندي كام؟ خلاص انا مش لازم احسب بقى، انا واقف هنا زي ما قلت من شويه مش لازم احسب الجزء الشمال. ليه؟ لان الاتنين دي
اللي هي نتيجة الفورس اللي في التنشن دي بتمثل لي أو بتمثل كل الفورس اللي جاية من ناحية الشمال عشان أنا قطعت، تمام؟ فأنا واقف هنا هطلع فوق باتنين طن، صح؟ همشي اتنين لحد ما أوصل في النص، فهقول اتنين ناقص اتناشر فطلع لي 10 أو سالب 10، وبعد كده هكمل كونستنت لحد ما أوصل للسبورت، بعد كده أطلع زائد 14 فيطلع لي 4. وأقفل رسمتي على كده بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طب بالنسبة للمومنت هشتغل على البارت ده، اللي هو البارت ده كان عندي 16 أول حاجة، فدي لسه هم كان فوق 16 متر طن. بعد كده هقول إيه، ممكن تحسب مومنت هنا، وممكن زي ما اتفقنا عشان ده لينك ممبر او سوري انترميديت هنج بقى، لان خلاص انا هنا كان ده متصل مع الكاميرا فعمل لي سبلايسنج في الكاميرا، فهو منه لينك ممبر وفي نفس الوقت يعتبر انترميديت هنج، فانا هوصله بالصفر كده واعمل البارابولا، وهنزل هنا قيمة ال WL سكوير على 8 اللي هي كانت 2 متر طن. خلاص انا كده خلصت الجزء ده ودي بصفر، وهبدأ في الجزء ده من هنا، تمام؟ من هنا المومنت هنا كان بصفر عشان اول حاجة ده لينك ممبر، وتاني حاجة ما كانش عندي كونستريكت مومنت هنا، وعشان برضو ده كان انترميديت هنج، فهنا عندي المومنت بصفر. طب المومنت هنا بكام؟ هقول اتنين، اتنين كانت هنا في الديستنس، اتنين في اتنين بأربعة، وكان ديل السهم لتحت، فهقول 4 متر طن وكان ديل السهم لتحت، وأوصل كده. بعدين عندي concentrated moment وكان بطنها بص عكس الاتجاه اللي أنا شغال منه يعني، فأنا هلفها بس وأخليها كده، وستيل أنا محافظ على اتجاهها عادي، وأمسح دي كده عشان ما تلخبطش. 8 متر طن، فأنتوا واخدين بالكوا إن الاتنين في اتنين والتمانية الاتنين في نفس الاتجاه، فأنا هقول 2 في 2 ب4 اللي أنا كنت هحسبها من الأول زائد 8 فيطلع لي 12، فهنزل من هنا 12 متر طن. أحسب المومنت هنا، الأسهل لي إن أحسب مومنت هنا من ناحية الشمال ولا من ناحية اليمين؟ الأسهل لي من ناحية اليمين، فأقول 4 في 2 وكان ديل السهم فين؟ لفوق، ف4 في 2 ب8 متر طن، وأوصل ستريت لاين كده، وأنا أوريدي كنت حاسب البوينت دي ودي حاسبها، فأوصلهم هما كمان بستريت لاين كده، ده نيجاتيف وده بوزيتيف. فتاني الأسهل لك لما تيجي ترسم دايجرامز افصل المسألة واعرف هنا المحصلة الرأسية والأفقية بكام. أنا في أول مسألة ما كنتش يعني أنا كنت كده كده فصلت، بس ما كنتش قلت المحصلة الأفقية والرأسية بكام، ومعتمد إن أنا هخلص البارت ده وده اعرف اطلعه، والبارت ده هبدأه من ناحية اليمين على اساس ان انا ما عملتش برضو المحصلة الافقية والرأسية هنا كام. لو انا عملت المحصلة الافقية والرأسية هنا كام زي الجزء اللي تحت هيسهل عليا حاجات كتير قوي. فانا شايف بعد كده انك تيجي تحل مسألة فيها لينك ممبر وتيجي ترسم دايجرامز، انا شايف انك تفصل عشان يرد على التساؤلات زي التساؤل اللي طلع واحنا بنرسم الشير ليه ما قفلتش باتنين. فانت لو كنت فصلت كنت هتلاقي ان 2 زائد 2 هنا فيطلع لك ب4، كنت هتلاقي نفسك هي قفلت ب4 فعلا، تمام؟ وتساؤلات بقى زي كده كتيرة ممكن تقابلك، يعني اللي هو مثلا 1.33 لما انا اشتغلت اول مرة وانا مكنتش عامل ريزوليوشن هنا، يعني محدش قال ليه ما قفلتش ب1.33، فانت لو كنت فصلت فكنت هتلاقيها قفلت، تمام؟ فانا دايما افضل انك تفصل، مش تاخد منك وقت ولا حاجة يعني.